بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم أيها الإخوة أيتها الأخوات في لقاء متجدد مع نجوم من الكنانة، ولازلنا وإياكم نعيش في رحاب أولئك العلماء الذين سطروا أسماءهم في صفحات التاريخ البيضاء، أولئك العلماء الذين كانوا أعلام هدى ورجوم عدى، أولئك العلماء الذين عرفوا بالصفات النبيلة والخصال الجليلة حتى صاروا أئمة يقتدى بهم وتعطر بهم المجالس ما تعاقب الملوان وتناوب الجديدان. وكما قد أشرنا من قبل أنه يصعب علينا أن نحصر علماء مصر في مثل هذا اللقاء الذي يتكرر في وقت قصير لا يتسع لعالم واحد، فضلا عن سير علماء عرفوا في تاريخ مصر العظيم. سأقف وإياكم في هذه الحلقة مع عالم آخر من علماء مصر، مع أحد العلماء الذين عرفوا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصدع بالحق. حديثنا في هذا اللقاء مع أظن أننا جميعا في كل مكان إذا أردنا أن نذكر تفسير القرآن فلا يتبادر إلى أذهاننا إلا الشيخ الشعراوي رحمه الله. فمن هو الشيخ الشعراوي رحمه الله؟ ولد الشيخ الشعراوي رحمه الله تعالى في محافظة الدقهلية في سنة 1911، ونشأ نشأة صالحة بين أبوين صالحين محبين للخير والصلاة والذكر، حريصين على تربية أولادهم التربية الصالحة. ولذلك أدخل الشيخ محمد متولي الشعراوي في إحدى الكليات التابعة للأزهر في محافظة الزقازيق، ودرس اللغة العربية وكان محبا للشعر والأدب. كان أبوه رحمه الله تعالى يريد من ولده أن يكون من أعيان العلم وأعلام الفضل، فأراد أن يرسل ولده لتلقي العلم في الأزهر، لكن الولد كان يحبب إليه مجال آخر. فقال لأبيه لما رأى إصراره على ذلك: لا مانع لدي من الدراسة في الأزهر على شرط أن تحضر لي من الكتب كذا وكذا. أراد أن يعجز أباه، فأحضر له أبوه كل ما طلب من الكتب مع علمه بأنه لا حاجة له بها، وكل ذلك إنما هو حب من الوالد في أن يزرع بذرة الخير ويغرسها في نفس ولده. وكان له ما أراد، فكان الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى بعد ذلك من أنجب الطلاب في الأزهر، ثم من أنجب العلماء في أنحاء العالم الإسلامي. كان الطالب محمد متولي الشعراوي مشاركا مشاركة فعالة بجميع الأنشطة الطلابية أيام الدراسة الجامعية، وكان رحمه الله تعالى أيضا رئيسا لاتحاد الطلبة في الجامعة في ذلك الوقت، بل إنه شارك في حادثة كوبري عباس المشهورة في سنة 1935 لما قاد جماعة طلابية ضد ما يسمى بانتفاضة الشهيد. ولما أرادت الحكومة في ذلك الوقت أن تعارض مثل هذا التجمع أصر عليه، واجتمعوا في سرادق مزعوم موهوم
أحد النساء اللواتي زعموا أنها توفيت فاجتمعوا من أجل انتفاضة طلابية، فكان رحمه الله تعالى يثير حماسات الشباب ويقودهم، وبعد ذلك صار قائدا للأمة. لم يكن الشيخ الشعراوي رحمه الله تعالى رجل خاصة، ولم يكن عاكفا على طلاب خاصين ومريدين يلوذون بشيخهم فقط، لا، بل كان رجل عامة، كان يرى ضرورة المشاركة العامة، كان يرى ضرورة أن يكون العالم مع الناس كافة، وهذا معروف عنه منذ أيام شبابه كما أشرنا لما كان يتولى مجالس اتحاد الطلبة. تقلد الشيخ الشعراوي رحمه الله تعالى الكثير من المناصب في التدريس والأمور الإدارية حتى تقلد وزيرا للأوقاف، ثم سافر إلى الكثير من البلاد العربية للتدريس فيها، ورحل إلى مكة واستقر بها فترة ودرس هناك حتى استفاد الناس من علمه رحمه الله تعالى، ثم رجع بعد ذلك إلى مصر ونشر علومه لا سيما فيما يتعلق بتفسير القرآن الكريم. لا يذكر الشيخ الشعراوي رحمه الله تعالى إلا ويذكر القرآن وتفسيره والعلم بما أودع الله عز وجل بهذا الكتاب العظيم من الحكم البالغات والأسرار الجليلات. استطاع الشيخ الشعراوي رحمه الله أن يوظف ما آتاه الله عز وجل من معرفة شرعية وحرص على اللغة والأدب ومعرفة بأشعار العرب وكلامهم، أن يوظف هذا كله في تفسير القرآن، لكنه رحمه الله تعالى كان يستمد هذا كله من فضل الله عز وجل. أولا قال عبارة تكتب بماء الذهب لتبين حقيقة هذه البركة التي جعلها الله عز وجل في هذا الرجل وفي خواطره التي انتشرت في مشارق الأرض ومغاربها. قال فيما يتعلق بتفسيره للقرآن: هذا فضل جود لا بذل مجهود. نعم، هذا فضل جود من الله لا بذل مجهود منه، وهذا من تمام استسلامه لله عز وجل وخضوعه له ورده الفضل لمولاه جل في علاه. كان رحمه الله تعالى حريصا على لغة لم يتقنها كثير ممن كان يتصدر مجالس العلم. هذه اللغة هي أن يفسر القرآن بلغة يفهمها كل أحد. أرأيتم مجلس الشيخ الشعراوي ومن يجتمع عنده؟ يجتمع عنده العلماء والكبار، يجتمع عنده المثقفين والمثقفون والعامة. قال النووي رحمه الله: خير المصنفات ما صلح لكل أحد، وخير المواعظ والخطب ما انتفع به كل أحد، فلم يكن خطابه خطابا خاصا يقتصر على فهمه على نوع خاص من البشر، لا، الكل كان يستفيد من الشعراوي، والكل كان يردد عبارات الشعراوي، والكل يقول اليوم رحم الله الشعراوي. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.